الكيسوم محمد الضفيري يحاول المرور، نقل الكرة على الرضا الرأسية، الله جول 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 رأسية حميد جاوشي. حميد جاوشي يستطيع تسجيل الهدف الأول للكيسومة برأسية جميلة جدا رائعة من قبل محمد الضفيري، نقلها الضفيري وعلى طول حميد جاوشي استطاع تسجيل الهدف الأول برأسية جميلة سكنت يمين حارس المرمى مارشيل حارس مرمى فريق العين، معلنة عن وجود الهدف الأول لمصلحة فريق الكيسوم. هذه الكرة الماضية وهذه الرأسية الماضية، رأسية حميد جاوشي اللي سكنت في المرمى بكل سهولة.